السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. هذه أنا الأديبة نجاة الفهود، وهذه قناتي دروبي للإبداع. بحول الله تعالى سأحاول أن أقدم برامج متنوعة من إبداع وأفكار وطبخ وسياحة وكل ما هو مفيد في حياتنا. سنتعلم من بعض ونتبادل الأفكار والآراء، سنقرأ كتبا ونسافر عبر القوافي والأزمان، سنحكي قصصا للعبرة فيها الكثير من الأمثال، ولنا جولات في عالم الفن والطبخ والجمال، ولنا جسور من المحبة والسلام. فأهلا بكم جميعا في قناتي لنزرع معا المحبة والأمان. سلام.